صباح الخير مشاهدينا الكرام مع إشراقة شمس يوم جديد، بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معاكم من الآن وحتى العاشرة، مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالأمل والسعادة والتفاؤل. صباح الخير يا شيرو. صباح الخير شروت. صباح الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة النهاردة الاثنين 5 رمضان 1444 هجرية 27 مارس 2023. هنكون معاكم لحد الساعة 10 تقريبا بمجموعة من الأخبار والتقارير والفقرات المتنوعة، بالإضافة طبعا إلى مجموعة من حواراتنا اللي بتتناول موضوعات متجددة زي ما عودناكم كل يوم في هذا الصباح. اللي معانا النهاردة هنتكلم عن تقرير لمنظمة الفاو بيقول ان الفرد في مصر بيهدر حوالي 91 كيلو جرام من الطعام سنويا، وده رقم كبير جدا. وارجع التقرير الفاو سوء التخزين ويمكن كمان نقص الوعي او سلوك المستهلك، هي دي من الاسباب لهدر الطعام والاغذية. اعتقد التقرير ده يعني من سنة او سنتين، بس دلوقتي مع ارتفاع الاسعار في كتير من السلع الاساسية في تغير في سلوكيات الفرد والأسر في الفترة الحالية علشان يوفروا أقصى يعني درجة ممكنة علشان الأكل يقضي، وبرضو علشان احنا عارفين الأسعار اللي موجودة. الدولة بتعمل على منظومة سلامة الغذاء من بداية المحصول والاهتمام بالمزارع، وتأكيد ان المواطن المصري لازم يأكل أكل صحي خالي من المبيدات. ده اللي هنعرفه في حوار النهاردة، ازاي احنا نهدر كل هذه الكميات سنويا، وأيضا إزاي نحافظ على هذه الكميات بأقصى درجة ممكنة. موضوعنا الآخر عن جامع الأزهر، يعني في مقولة دايما مشهورة عن المعمار الإسلامي اللي هي بلد الألف مأزنة، مقولة اشتهرت بها العمارة الإسلامية، جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 عام، وهو منارة للإسلام الوسطي. وكان بيعمل منذ نشأة الجامع الأزهر على نشر وسطية الدين الإسلامي، وإحنا يعني في الأول مع بداية إنشاء الجامع الأزهر كان بهدف نشر وتعليم المذهب الشيعي، ولكن بعد كده هو بيدرس الآن وبيعمل على نشر المذهب السني زي ما احنا عارفين ومتابعين في الفترات الأخيرة. يمكن اختلف كمان المؤرخون على تسمية الأزهر تيمنا وتكريما لابنة الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة الزهراء. صحيح، يعني الأزهر من المشرق، معناها المشرق، وهو المذكر بتاع الزهراء، فعلشان كده ده يعني سمي كده علشان هو تذكير للزهراء. يعني ده بجانب طبعا فقراتنا، فتابعونا ونبدأ معكم أولى حواراتنا بعد هذا الفاصل. نبدأ معكم أولى فقراتنا وفقرة عن الأخبار وآخر مستجدات عن الأحداث. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة دايما للمواطنين. ويأكد الرئيس أن ملف الصحة بيحظى باهتمام وعمل مكثف بما يحقق صالح المواطنين من جميع الفئات. خلونا نتعرف على المزيد في التقرير التالي. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد وزير الصحة عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500-500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية
وعلاج الإدمان وطب المسنين. ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة، ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً متابعة مستجدات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، حيث تم استعراض النجاحات التي حققتها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم ومردودها الإيجابي على التخطيط الصحي على المستوى الوطني. وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، فضلاً عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي نجحت في علاج حوالي 1,632,000 مريض، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج والتي ساهمت بدورها في فحص حوالي 67,000 شخص، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن. أكد سامح شكري وزير الخارجية أهمية الشراكة المصرية الأوروبية في تحميل أعباء التصدي لظاهرة الهجرة غير القانونية، وأعرب شكري عن تطلع مصر لتعزيز دعمها أوروبيا لمنع تدفقات الهجرة الغير مشروعة عبر حدود البلاد، وده في ضوء استضافة مصر ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ. هذا التأكيد جاء خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية لنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغريتيس سكيناس، اللي أكد دعم الاتحاد الأوروبي لفرص الاستثمار في مصر، إضافة إلى تحفيز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز استثماراته في مصر. اقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم. أيضا المجلس اقترح رفع مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشة، وده بيتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الفرز والاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. من جانبها رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببدء الحوار الوطني بعد أجازة عيد الفطر المبارك. أيضا رحبت بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وأكدت أن هذا المقترح بيمثل ضمانة إضافية نحو انتخابات تتم بديمقراطية كاملة وشفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية. أيضا كشفت التنسيقية في بيان لها أنها أعدت أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، وأوضحت أن تلك المقترحات تتضمن قوانين الأحزاب السياسية وتنظيم العمل الأهلي ومفوضية مكافحة التمييز والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بتستهدف إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية انطلاقا من اهتمام الدولة بملف الصناعة ودعم الصادرات. ده جاء خلال اجتماع لمتابعة آخر مستجدات وأيضا للمقترحات الخاصة ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد. وتم خلال الاجتماع التوافق على أن التكلفة التقديرية للبرنامج في عامه المالي الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل، وبتبلغ موازنة العام الحالي للبرنامج 8 مليارات جنيه. رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف أكد أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول العربية، وجاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية التي عقدت في إطار توجيهات القيادة السياسية للدول الأعضاء في اللجنة العليا لتعزيز الشراكة واستغلال الإمكانات والطاقات المتاحة في الدول الأربعة مصر والإمارات والأردن والبحرين.
وتم خلال الاجتماعات بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع بحث توطين تكنولوجيا إنتاج سيارة كهربائية عربية مشتركة بمكونات محلية من خلال الموارد المتاحة في الدول المشاركة في اللجنة. بيواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي فعاليات المبادرة الرئاسية كتف في كتف لتوصيل المواد الغذائية إلى الأسر الأولى بالرعاية. جاءت أحدث فعاليات المبادرة في منطقة بشتيل البلد التابعة لمركز أسيم في محافظة الجيزة. خلونا نتابع المزيد ونشوف المزيد في التقرير التالي. بدفعة جديدة من المواد الغذائية يستمر نهر الخير في تدفقه نحو الأسر الأولى بالرعاية من خلال المبادرة الرئاسية كتف في كتف، حيث يقوم التحالف الوطني على تنفيذها بأذرعه الخيرية والتنموية كمؤسسة الصديقية الخيرية التي تقوم بتسليم الأسر نصيبهم من المواد الغذائية بمنطقة بشتيل البلد التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة. النهاردة توزيع 400 شنطة، كل شنطة تقريبا 12 كيلو، فيها الاحتياجات اللي ممكن كل بيت يحتاجها: رز، زيت، سكر، صلصة، مكرونة، شاي، ملح. يعني بنحاول نقدر يعني نوفي أهالينا والدولة جزء من خيرها علينا. انطلاقا من مبادرة كتف بكتف والتحالف والمؤسسة الصديقية، بتقوم النهاردة بدور ألا وهو مساعدة الناس الأكثر احتياجا على مدار السنة، شغالين مش النهاردة بس. الدعم الغذائي في الموسم الرمضاني المبارك من أهم أهداف التحالف الوطني الذي يحرص على دعم المواطنين غذائيا بمبادرات عدة وأكبرها كتف في كتف لتوفير احتياجات أساسية لا غنى عنها في كل بيت. ربنا يبارك لنا في سيادة الرئيس يا رب، وما يحرمنا منه يا رب، ونفسي أشوفه والله واشكره والله على الحاجه اللي هو جايبها والخير اللي هو عامله. الحاجات اللي بتتوزع دي ربنا يبارك لكم ويديكم صحتكم. 300 ألف متطوع يجوبون محافظات مصر منذ انطلاق المبادره الرئاسيه كتف في كتف، لتسير الجمعيات والمؤسسات الخيريه على خط واحد يرسمه التحالف الوطني لدعم ملايين الأسر بمواد غذائية تمثل ركنا أساسيا على مائدة المصريين في شهر رمضان الكريم. خلونا نتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة لحالة البحر المتوسط هتكون معتدلة وارتفاع الموج بين متر وربع إلى مترين إلى ربع، أما حالة البحر الأحمر هتكون خفيفة إلى معتدلة. طب خلونا نعرف تفصيل أكتر عن حالة الطقس المتوقعة النهاردة وخلال الأيام القليلة القادمة مع ضيفتنا عبر الهاتف دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طمنينا حضرتك احوال الطقس ايه، برغم ان فصل الشتاء مشي لكن حب ان هو يسيب بصماته برضو، واحنا مش عارفين برضو التقلبات الجو في فصل الربيع، يوم برد ويوم حر، وده طبعا بيتاثر لاطفالنا في المدارس وفتره الصيام، فحضرتك تنصحينا بايه وخاصه كمان كبار السن؟ بالفعل الفترة دي من السنة دايما النص الأول تحديدا من فصل الربيع بقى دايما الفترة دي فيها التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتغير في درجات الحرارة في نفس اليوم. يمكن احنا بنشوف التقلبات الجوية الأربع فصول في يوم واحد بسبب التقلبات الجوية اللي احنا بنشوفها في فصل الربيع، لكن احنا الحمد لله من أمس وكمان اليوم وعلى مدار الأيام القادمة بنشهد تحسن في الأحوال الجوية عن موجة عدم الاستقرار اللي شهدناها الجمعة والسبت الماضيين. مزيد من التحسن في الأحوال الجوية اليوم، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية فترة النهار، يعني هنحس بالأجواء الربيعية المعتدلة تماما خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية. ما نقدر نقول مائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية، جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون خلال فترات النهار، لأن كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار دي هتخلينا نحس أكثر بالاستقرار والدفء.
فرص الامطار بتتلاشى من على كافه المحافظات، لكن فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر بنلاقي فرق بين فتره النهار وفتره الليل كبير. اجواء فتره الليل بتكون اجواء بارده على اغلب الانحاء، خاصه ان احنا في شهر رمضان الكريم بنحب نخرج كلنا بعد الفطار وفتره السحور، فلازم ناكد على الملحوظه دي ان احنا بلاش تخفيف الملابس بشكل كبير، خاصه فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر لو اديت لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه. بالاضافه كمان الظاهره الجويه بتبقى مأثره معانا دايما في الاستقرار في الاحوال الجويه هو تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. الاجواء المستقره دي متوقع ان شاء الله تكمل معانا لنهايه الاسبوع مطلع الاسبوع القادم، لكن يوم الثلاثاء القادم هيكون في ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحراره، يعني هيكون يوم الثلاثاء فقط، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، ففي اليوم ده هنحس بالأجواء المائلة للحرارة فترة النهار، تظل أجواء الليل باردة على أغلب، ونأكد كمان إن في انخفاض في درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع فترات الليل، فترات الليل متوقع أن الصغرى تنخفض على القاهرة الكبرى وتوصل 12 درجة مئوية فترة الليل. دكتورة منار، حالة التقلبات اللي احنا بنشوفها في اليوم الواحد زي ما حضرتك ذكرتي هتفضل مستمرة معانا لحد كام أسبوع كده تقريبا؟ يعني احنا بنقول دايما النص الاول من الربيع، يعني تقريبا لحد بداية شهر 5 دايما التقلبات الجوية بتبقى موجودة، التباين الكبير في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، التغيرات المفاجئة وفرص الأمطار، لأن لسه النص الاول دايما بياخد سمات او بعض سمات فصل الشتاء، فبتكون درجات الحراره بين ارتفاع وانخفاض، ده هيكمل معانا ان شاء الله لحد شهر 5. يعني بناكد عشان كده بننصح ان احنا ما نخففش او نبتدي نصيف دلوقتي حتى لو في يوم عارض كده في ارتفاع درجه الحراره زي ما حضرتك ذكرت يوم الثلاثاء الجاي. بالفعل ما فيش تخفيف ملابس او تصيف او نرتدي الملابس الصيفيه دلوقتي، ممكن تبقى ملابس خريفيه فتره النهار، فترات الليل واحنا خارجين يبقى يكون معانا جاكيت قطعة ملابس اضافيه، مهم كمان فترات النهار نتجنب بقدر الامكان التعرض لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره فتره الصيام، فترات السحور مهم جدا ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، بس اللي بناكد عليه هو عدم تخفيف الملابس وعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحراره فتره النهار. طيب دكتوره منار، احنا كنا شاهدنا من خلال يومين تقلبات جويه وشفنا هطول للامطار وبرق ورعد، هل في توقع الامطار في الايام القليله القادمه او ظاهره البرق والرعد اللي احنا شفناها ولا خلاص كده؟ في التنبؤ القريب يعني لحد نهاية الأسبوع مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله مش هيكون في أي تقلبات جوية ولا أي حتى فرص الأمطار اللي هتكون موجودة مع نهاية الأسبوع هتكون خفيفة ولا تربع عالقة ولا رياح مثيرة للتراب، ده لحد نهاية الأسبوع، لكن هي وارد جدا تتكرر لأن الفترة فترة الربيع بيكون طبعا المنخفضات الخمسانية بتنشط في الربيع وبيكون في أتربة ورمان وصارة. الظاهرة الجوية بتاعت البرق والرعد والتقلبات الجوية وارد تاني إن هي تتكرر، لكن على المدى القريب إن شاء الله لمطلع الأسبوع القادم مش هيكون في أي تقلبات جوية ولا أتربة ولا رمال مطارة ولا كمان أمطار بشكل كبير وبرق ورعد اللي شفناه الجمعة والسبت الماضيين. اللي هيكون موجود معانا هو انخفاض درجات الحراره فترات الليل نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، لكن وارد الحالات الجويه المتقلبه او عدم الاستقرار يتكرر لحد كمان يمكن منتصف شهر 5. احنا بنشكرك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب خلونا نكمل تقاريرنا اللي موجوده معانا النهارده في هذا الصباح. فلليوم الثاني على التوالي وصل ملتقى الفكر الاسلامي في مسجد الامام الحسين رضي الله عنه فعالياته والتي ينظمها المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وافتتحه الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف بعنوان اخلاق الصائمين. بيحاضر في ملتقى الفكر الاسلامي عدد من مشايخ وزاره الاوقاف وفي حضور عدد كبير من جمهور ورواد المسجد، نتابع. في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك، تتواصل فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه تحت شعار أخلاق الصائمين لنشر الفكر الإسلامي الصحيح المعتدل الذي يحث على نشر مكارم الأخلاق وتصحيح المفاهيم الخاطئة. المجتمع المصري محتاجين أن احنا نستمع
إلى هذا الملتقى وإلى الأخلاقيات التي ينشرها أخلاق الصائم. ماذا يجب أن يكون عليه الصائم من الأدب والأخلاق والصبر والحلم والمودة والرحمة، وماذا يبتعد عنه الصائم من الخصام والهجر والفحش والفجور والقول الزور. هكذا نتعلم من هذه الملتقيات كيف نحافظ على أوطاننا، كيف نحافظ على الدماء، كيف نفهم ديننا فهما صحيحا واعيا دون تشدد ودون إفراط أو تفريط. رواد المسجد والحضور من قبلهم أشادوا بالأجواء الروحانية خلال الملتقى لينشر العلم والدين ويرتقي بالأخلاق. ما فيش أجمل من الشيء اللي انت شايفه ده، الناس الحلوة الجميلة دي بشهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا وعلى أم سيدنا محمد من مشارق الأرض إلى مغربها بالكرم والجود والخير الكريم. بنستمتع بالروحانيات الجميلة الموجودة في مسجد الإمام الحسين ومسجد الجامع الأزهر الشريف، وأنا باجي يعني أنا وأصدقائي، وبنتمتع بالأجواء الرمضانية الجميلة دي، وبنستمع للقرآن الكريم وبنستمع للخطب. إحنا في يعني في خير وفي سعادة من صباح رب العالمين من الصبح، وإحنا الحمد لله الروح حلوة وبنجاب الناس حلوين. هذا وأكد الأئمة خلال الملتقى على أن الدين الإسلامي منهج هداية، وأن قراءة القرآن فضلها عظيم في تلك الأيام المباركة والتي ينال بها المسلم أعلى المنازل ويرتقي بها أرفع الدرجات. نشر صحيح الدين الإسلامي وتعاليمه السامحة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنها، تأكيدا على أن مكارم الأخلاق تنبع من صحيح العبادات. أحمد سعد الدين، النيل. بتتواصل فعاليات معرض ديارنا عربية للمنتجات اليدوية والتراثية العربية، وده هيكون بمشاركة 7 دول عربية بيبدعوا ويتنافسوا أيضا في عرض منتجاتهم اللي بتعبر عن التراث العربي لكل دولة مشاركة في هذا المعرض وما تشتهر به من أزياء ومنتجات يدوية وأصالة. يمكن هنتابع في حوار خاص أجراه الزميل أحمد ممدوح مع عارضات من دولتي الجزائر وسوريا في معرض ديارنا عربية. أعزائي مشاهدي قناة النيل للأخبار، تتواصل فعاليات معرض ديارنا عربية للمنتجات العربية والتراثية واليدوية بمشاركة 7 دول عربية ومشاركة أيضا 150 عارض وعارضة يبدعون ويتنافسون في تقديم أجود المنتجات العربية الأصيلة. المعرض شهد إقبال كبير من الجمهور لتفقد أجنحته، والتي تشمل أيضا العبايات الرجال والحريم بأنواعها وأيضا التمور والبلح وجميع المنتجات السينوية. هناك أيضا مشاركة من الدول العربية، يسعدنا أن نلتقي بإحدى العارضات من الدول العربية. نتعرف على حضرتك. مروة من الجزائر. أستاذة مروة، نقول أهمية مشاركتك النهاردة في هذا المعرض وأهم المنتجات اللي بتقدميها النهاردة. والله أهميتي في المشاركة أنه نحب نتطور شوية من أنفسنا وبعرض حاجات جزائرية، فساتين سواري ومأكولات حلويات تقليدية. تدينا فكرة برضو عن الحاجات التراثية والعربية الأصيلة اللي بتشتهر بها برضو الجزائر. بتشتهر بها الجزائر كلبس الكاريكو، الفرجاني يعني جندورة فرجاني، كلبس تقليدي زي سواري مصري هو جندورة فرجاني، والكاريكو والعباية طبعا الجزائري الرجالي معمولة بالمجبود كده بالفتلة الذهب. أكتر برضو الجمهور بيحب إيه برضو بالنسبة للحاجات العربية الأصيلة؟ الجمهور المصري؟ الجمهور المصري بيحب اللبس التقليدي بتاعنا اللي هو الكاريكو، أكتر حاجة مشهورة عندنا الكاريكو بيحبوها كتير. تقييمك لتنظيم هذا المعرض وأيضا يعني برضو شهد برضو إقبال كبير من الجمهور على أجنحة المعرض؟ والله كوفد بيرفكت على الآخر، وناس أخلاقه محترمة وانبسطنا كتير معهم والله. يعني مهم جدا برضو للترويج للمنتجات العربية من خلال تنظيم هذه المعارض. منتجات اللي هي اللي أنا جايبها يعني يعني برضو مهم جدا من خلال مشاركتك في هذه المعارض. أكيد مهم جدا تسويق، يعني يعني من ساعة ما جبت بسوق كويس جدا، ما برجعش بالحاجة يعني، بجيبها مش برجع بيها. شكرا بالتوفيق. تعرف الحضرتك. أنا اسمي مؤمنة هيثم من سوريا. أستاذة مؤمنة، نقول أهمية مشاركتك في هذا المعرض وتدينا فكرة كده عن المنتجات السورية اللي حضرتك بتعرضيها النهاردة في المعرض.
اولا انا عايزه اشكر وزاره التضامن على فكره انه استضافه الدول العربيه، فهذا بيعمل مزج بين الفنون المختلفه سواء اليدويه من شغل هاند ميد من كروشيه من تطريز. احنا لما بنيجي بنتعرف على 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 المهارات الثانيه الموجوده عند المصريين، وبنفس الوقت هم بياخذوا من الحاجه بتاعتنا، فبيصير مزج بين الشغل تبعنا، وهم بيحبوا جدا اليد السوريه. فانا بشكرهم على استضافه الدول العربيه، لانه بيعملوا مزج بين كل الثقافات المختلفه والفنون المختلفه. شايف ده برضه تبادل الخبرات بين الدول العربيه في عرض المنتجات؟ صحيح، تبادل الخبرات، تبادل الاقمشه، تبادل المهارات المختلفه، يعني احنا بنستفيد وهم برضه بيضيفوا لنا لشغلنا تاتش حلو. تدينا فكره كده على المنتجات اللي حضرتك بتعرضيها؟ انا بنتج بعرض تطريز يدوي وشغل هاند ميد كروشيه، شيلان، مفارش، حاجات كتير، يعني كله هاند ميد. كل ده بإيد حضرتك الماهرة؟ تمام، أنا ووالدتي ومجموعة من السوريات بنساعد مع بعض. مهم جدا برضو هذه المعارض المشاركة فيها فرصة للترويج للمنتج. صحيح، بتعمل مزج بين الفن المصري وباقي الدول العربية، وبتعطي إضافة لكل حد، يعني بيستفيد وبيتعلم من خبرات الآخرين. أهم المنتجات السورية بقى اللي بتشتهر بها سوريا؟ المفارش السورية، التطريز اليدوي، المفارش الدقيقة الصغيرة، حاجات كتير يعني. بنشكرك بالتوفيق. شكرا، شكرا لكم. شكرا. يعني كما نشاهد ونتابع ايضا معرض ديارنا عربيه يعد فرصه للترويج للمنتجات العربيه الاصيله بمشاركه 7 دول عربيه، وايضا فرصه للترويج لهذه المنتجات بما ينعكس على النهوض بقطاعات الصناعات الحرفيه والتراثيه وايضا زياده نمو الاقتصاد الابداعي. شكرا لكم والى اللقاء. يمكن تقريرنا اللي جاي هنتابع سبيل قايد باي، وهو واحد وأحد أهم وأقدم الآثار المتبقية من العصر المملوكي في مصر، بيرجع تاريخه لعام 1479 ميلادية. بيعد سبيل قايد باي أول أسبلة مصر الإسلامية اللي شيدت منفردة غير ملحقة بممان أخرى. خلونا نشوف المزيد في التقرير التالي. في نهاية شارع الصليبة بالقرب من ميدان صلاح الدين على يمين المتجه للقلعة يقع سبيل قايد باي، والذي أنشأه السلطان المملوكي الجركسي الأشرف قايد باي، وذلك عام 1479 ميلادية. كلمة سبيل بتطلق على المنشآت التي أنشأها السلاطين والأمراء للتقرب لله عز وجل، إذن هي منشأة من المنشآت اللي الغرض الاساسي بتاعها الرعايه الاجتماعيه ورعايه مصالح الناس اللي تبقى ماشيه على الطرق. السبيل ده بيتكون من 3 طوابق، الطابق السفلي ده بيمثل الصهريج او الخزان بتاع الميه، ده اللي كان بينقلوا له الميه العذبه من النيل او من شارع الخليج المصري اللي هو شارع بورسعيد حاليا عن طريق ارب محموله على الجمال وبيصبوها في الصهريج ده. صمم السبيل بحيث يحتوي على 4 وجهات حرة تطل على الشارع، وذلك وقت إنشائه، ولكن أحيطت به بعض المباني في فترات سابقة، كما أنه الأول من نوعه في مصر الإسلامية، حيث شيد منفردا غير ملحق بمباني أخرى مثل المدارس أو المساجد. مكسلتين طبعا على الجانبي المدخل، ويوجد شريط كتابي بالخط المملوكي البارز، الخط البارز المملوكي ده بيضم او بيشمل اسم المنشئ والقابه وتاريخ انشاء السبيل، ويوجد بعض الشتى الكتابيه الاخرى اعلى الواجهه تدل برضو على بعض الايات القرانيه، وبرضو يوجد برضو اعلى سبيل التسبيل على الواجهه الغربيه شريط كتابي يدل برضو يشمل أو يضم اسمه ألقاب السلطان وتاريخ إنشاء المبنى. يتكون سبيل قايد باي من حجرة مستطيلة الشكل تعلو صهريج في باطن الأرض، ويعلو حجرة التسبيل حجرة مستطيلة أخرى في الطابق الثاني، وذلك قبل أن يتم تحويله إلى مكتبة الحضارة الإسلامية من قبل وزارة الثقافة. المكان كان كتاب في العصر العثماني، وبعد كده لما اترمم وبدأوا يفتحوا فيه المكتبة اتجمع فيه مجموعة من الكتب اللي تخص الحضارة الإسلامية بكل عصورها. المكان موجود فيه قاعتين للكتب للاطلاع، وفي قاعة ثالثة اللي هي قاعة الطفل، دي اللي بيمارسوا فيها الأنشطة الفنية. الكتاب وهو إضافة في العصر العثماني كان بغرض تعليم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، واستغل حاليا في مكتبة الحضارة الإسلامية.
قامت البعثة الأسبانية بترميم المبنى وكشفت عن صهريج السبيل. ويتميز السبيل بالثراء الزخرفي حيث يشتمل على تكوينات رائعة من الزخارف النباتية والهندسية إلى جانب الكتابات، بالإضافة إلى احتوائه على رنوك باسم السلطان قايد باي. السبيل في الدولة الإسلامية هو مكان لسقاية المرة، وهو ما يعكس روح التكافل بين فئات المجتمع، لكن هناك ميزة إضافية في سبيل قايد باي، وهي تقديم العلم والمعرفة لسكان المجتمع المحيط. من أمام سبيل قايد باي بمنطقة الخليفة، أشرف مبارك، النيل. بيعد الوادي الجديد أكبر محافظات مصر إنتاجا للتمور بجودة فائقة، بما يسهم في تمتع البلد بمرتبة أهم الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم. منذ ستينيات القرن الماضي بيعمل مصنع التمور في الوادي الجديد بكامل طاقته على تعبئة أجمل التمور مذاقا، خاصة مع تطوير هذا الصرح العملاق. خلونا نشوف ونتعرف على المزيد في التقرير التالي. تحت اسم مصنع البلح والمنتجات الزراعية أنشئ هذا الصرح العملاق في ستينيات القرن الماضي، والهدف هو تنمية المحصول الرئيسي لمحافظة الوادي الجديد، وجرى تغيير الاسم إلى مجمع تمور الوادي الجديد فيما بعد. الحمد لله من سنة 62 إلى الآن مر المجمع بعدة مراحل من التطوير، كان آخرها التطوير اللي تم في سنة 2020. نبدأ من جمع البلح من السادة المزارعين في موسم حصاد البلح من شهر 9 من كل عام يعني، وبنبدأ نوزن البلح في على الموازين بتاعة المجمع، ويتم استلامه عن طريق لجنة متخصصة في فحص جودة البلح الداخل المجمع للحفاظ على جودة المنتج النهائي. وصلنا ان احنا برضك نعمل مخازن مبردة ومخازن تحت التبريد. بني المصنع على مساحة 14 فدانا، وأصبح أكبر مصنع يقوم بتصدير منتجاته خارج البلاد، ويحصل على جائزة خليفة دولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. كنا بنصدر لمعظم دول جنوب شرق آسيا الإسلامية، كانوا بياخدوا البلح برضك في كراتين 10 كيلو، وبعد كده دخلنا برضه نصدر لأوروبا. الدول الأوروبية عادة ما بتخش أكتر من كيلو أو 2 كيلو. وبموجب هذه الجائزة يتأهل مجمع التمور الوادي الجديد بالنهوض بصناعة التمور بالمحافظة وزيادة الإنتاجية وتطوير عملية التصنيع والتغليف بهدف رفع كفاءة المنتج وفتح أسواق عالمية للتصدير. بلغت تكلفة أعمال التطوير حوالي 24 مليون جنيه. البلح اللي بالمكسرات بيكون غالي، اللي هو بيكون بفول السوداني باللوز بالكاجو بالبندق كله على حسب التكلفة بتاعته. يعني بيكون مثلا السنة دي كيلو لكيلو بلح الفول بيوصل ب 120 و130، كيلو بلح اللوز بيوصل 180 190، طبقا طبعا حالة السعر زي ما حضراتكم عارفين السعر بيتغير ده حضرتك مستورد اللوز والكاجو والكلام ده كله. اما سعر البلح الحمد لله سعر البلح الخام بتاعنا يعني احنا وصلنا دلوقتي ان الكيلو بيتباع بحوالي او الكيلو الخام بيتباع بحوالي 35 ل 36 الكيلو الواحد، ودي طفرة الحمد لله رب العالمين ما حصلتش. ينتج المجمع حوالي 25 صنفا من منتجات التمور، ويطلق على موسم جمع البلح الدميرة، وهي كلمة واحاتية تعني جمع البلح من اشجار النخيل. عمر حمزة، النيل. فقرتنا التالية هنتكلم عن أحد أبناء الصعيد، هو عبد الكريم مرجان، هو الأول على الجمهورية في دبلوم مدارس الخط العربي، هو طالب في الفرقة الثالثة بكلية اللغة العربية جامعة جنوب الوادي بقنا. يمتلك هذا الطالب مواهب بتفوق سنه، أهلته لأن يكون أصغر خطاط للمصحف الشريف وعضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بدولة ليبيا. معنا عبر زوم الطالب عبد الكريم مرجان. صباح الخير. عبد الكريم،
انت معانا على الهواء على شاشة النيل، احنا بنرحب بيك، وممكن تقول لنا يعني ازاي وصلت للموهبة دي كلها ان انت تحصل على الاول في دبلوم مدارس الخط العربي وتكون محاضر وتكون مؤلف لكتاب عن قواعد الخط بالرقعة والنسخ بيدرس بالجامعة برغم صغر سنك. واضح ان هناك خطأ تقني في الاتصال بعبد الكريم مرجان، وهنعاود الاتصال به لاحقا في خلال فترتنا في هذا الصباح. خلونا نخرج لفاصل ونتابع فقرة كلها حيوية ونشاط ونجدد نشاطها، فقرة رياضية هي فقرة ايروبكس. صباح الخير، معاكم كابتن عمرو طاهر. النهارده هنتكلم على تمرينه الباي، ازاي هنلعب تمرينه الباي بالزاويه بتاعتها والحركات الحركات الصحيحه بتاعت عضله الباي. فاصل ونرجع لكم تاني. واول حركه هنلعبها في الباي، هنسخن على الكيبل كويس اربع مجاميع في 15 عده، ابتدي انزل بالمسطره، ايدي في مستوى جسمي بزاويه قايمه، كوعي ما بيتحركش من جنبي، وبطلع مستوى جسمي وبنزل بالراحه واحد، واطلع بالشكل ده وانزل بالراحه. ابتدي اركز على عضله الباي، الباي هي اللي بتشيل الوزن مش دراعي، ما بلعبش عدد، ابتدي احس بالعضله اللي انا بلعبها، بلعب باي، ابتدي اركز، الباي هو اللي بيشيل الوزن. نلعب أربع مجاميع في 15 عدة أو 20 عدة أول مجموعة، وزن خفيف عدد كتير، وابتدي أزود الوزن بتاعنا في تاني مجموعة وتالت مجموعة، وابتدي أنزل وأركز على عضلة الباي سيث. ورجعنا لكم مع تمرينة الباي. الشكل التاني في حركة الباي بتاعتنا على الكيبل كروس برضو، أربع مجاميع في 15 عدة، هنلعب ارتكاز، هنركز إزاي على عضلة الباي. بنقف بزاوية مستقيمة وكوعي في مستوى كتفي، دراعي مفرود، وبطلع واحد، وابتدي اركز على الباي، اتنين واقفل وافتح بالراحة، تلاتة، ودي بتركز على عضلة الباي، ببتدي تعمل الشكل بتاعي. من ضمن اهم الاشكال ان هي بتغير شكل الدراع. اربعة خمسة، اجيب اربع مجاميع 15 عدة، وابتدي اغير الدراع التاني نفس الشكل، اربع ادوار، وبكده يبقى تاني شكل لينا في حركة الباي سيبس معانا. والشكل التالت معانا في حركة الباي النهاردة نلعب تبادل بالدمبل جانبي، الدمبل بيكون جنبي بزاوية قايمة، وبلف الوزن فوق وابتدي انزل بالراحة، اتنين واطلع وانزل بالراحة، ابتدي اركز على الباي هو اللي بيرفع، ما بلعبش عدد، ابتدي احس بالعضلة اللي انا بلعبها، وابتدي انظم نفسي، الموضوع كله في الحركة في التكنيك بتاعي، انزل كل ما بنزل بالراحة كل ما بدي دفع جامد للعضلة، قوة التحمل بتاعتي بتزيد. وابتدي العب التبادل واركز في العضله اللي انا بلعبها، هنلعب التمرينه ديت اربع مجاميع في 10 عدات، مع ان احنا هنزود الوزن بتاعنا، اول مجموعه هنلعب بوزن خفيف
مش مشكلة عدد كتير، تاني مرة هنزود الوزن بتاعنا، بس الفكرة كلها بنفس التكنيك، لو الوزن تقيل ما نزودش الوزن، الفكرة كلها مش في الأوزان، الفكرة في الحركة الصحيحة، إن أنا بنزل بطلع وبنزل بالراحة، أنا اللي بتحكم في الويد، الوزن اللي في إيدي أنا اللي بتحكم فيه، مش هو اللي بيتحكم فيا. دي أكون تالت حركة في الشكل الباي. نار. وكده خلصت تماريننا، اتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله. We'll be right back.